في هذه النشرة أيضا شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب مناقشة عدد من القضايا التي أشغلت الرأي العام مؤخرا، وأبرزها الأنباء عن تلقي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تمويلا أمريكيا، وقضية الصحفي تيسير النجار الموقوف في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفاصيل الجلسة المسائية في التقرير التالي. جلسة النواب الرقابية بدأت باستجواب وزير الداخلية سلام حماد من قبل النائب محمود النعمات على خلفية انتقاد الأخير بيع أرقام السيارة المميزة خارج المزاد العلني. حصدت الدولة مئات الآلاف من هذه الأرقام. الوزير يقول بجوابه سعادة الرئيس إن صرف الأرقام وأثمانها منظمة بموجب نظام لوحات المركبات رقم 52 ل 2006، ويشير الوزير إلى كتاب دولة رئيس الوزراء تاريخ 22/9/2016، والمتضمن أن يكون بيع الأرقام للوحات المميزة بالمزاد العلني وعدم فتح خانات جديدة. هناك لجنة من الأمن العام هي التي تقرر فتح الأرقام وصرفها وأثمانها بموجب النظام، ليس القرار لوزير الداخلية. أما الكتاب فأنا الذي طلبت من دولة الرئيس أن يكون بيع الأرقام بعد أن رأيت أن هناك عدم توازن في هذه الأمور. وزير الدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة وخلال الجلسة كشف أن الوضع الصحي للصحفي تيسير النجار الموقوف في دولة الإمارات مستقر، وأن قضيته هي قضية أمن دولة جزاء أحيلت إلى المحكمة الاتحادية. أفيدت السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي بأنه هو موقوف على ذمة قضية جزاء أمن دولي. تتواصل معه السفارة وطاقم السفارة عبر القنصل الأردني في أبوظبي، وتواصل معه في أكثر من مناسبة وزاره. آخر تواصل للقنصل مباشرة كان منذ نحو شهر. يقوم موظفو العلاقات العامة في السفارة الأردنية في أبوظبي بالتواصل مع إدارة مركز الإيقاف الموجود فيه للوقوف والاستجابة لاحتياجاته. وزير الأوقاف شؤون المقدسات الإسلامية دكتور وائل عربيات أكد أن الوزارة لم تتلقى أي تمويل مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية، وإنما من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لأغراض تهدف للرقي في مستوى الأئمة. تبين بعد التحقيق بأن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا، وإنما ورد خطأ ما بين الـ UNDP والـ USAID وبينهما فرق يا سعادة النائب. هذا يتكلم عن المركز الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك يتكلم عن المركز الإنمائي الأمريكي، وبينهما فرق. وبعد جدل واسع بين صفوف الشعب الأردني حول ما صرح به وزير المالية برفع أسعار المشتقات النفطية واسطوانة الغاز، فقبل انتهاء الجلسة أعلن رئيس الوزراء هاني الملقي أنه لن يكون هناك مساس بسعر اسطوانة الغاز في الوقت الحالي. حمزة الشوابكي، رؤيا.